Hello dear students, how are you? Today we are going to continue with activity 3, photosynthesis, production of organic matter. Okay, photosynthesis بالعربي معناتها عملية التركيب الضوئي. مخدينا انتو بصف الخامس ابتدائي هيدا. Production of organic matter, انتاج المواد العضوية. بس قبل خلينا نتذكر شوي انه الجرين بلانت، جرين بلانت اللي بيميزها عن النان جرين بلانت انه it produces its food، بتعمل اكله. وشفنا بالاكتيفيتي الاولى والثانيه انه الجرين بلانت بحاجه ووتر، مينرال سولتس، كربون دايوكسيد اند سان لايت، هول اربع اشياء تو برودوس اتس فود. تعال نتعرف أنا وياكم شو أنواع الفود بالطبيعة. الفود نوعين، الأكل نوعين، النوع الأول اسمه أورجانيك والنوع الثاني اسمه إنأورجانيك. طعام عضوي، أورجانيك عضوي، إنأورجانيك غير عضوي. شو يعني؟ إنأورجانيك هو الطعام الغير عضوي، هو عبارة عن الطعام اللي ما بيحتوي على مادة الكربون. مادة الكربون هي مادة موجودة بالطبيعة، ذرات الكربون، كربون أتومز. طبعا بصفوف اللي جاي بتتوسعوا أكثر بهيدا الموضوع، بس الطعام العضوي هو الطعام، أو عفوا الطعام الغير عضوي إنأورجانيك هو الطعام اللي ما في بقلبه مادة الكربون، ما بيحتوي عليها لمادة الكربون، like water and mineral salts، مثل المي والأملاح المعدنية. المي والأملاح المعدنية هن كالسيوم وبوتاسيوم ومغنيزيوم. سمعين بقلبهم كلمة كربون شي؟ لا. ووتر H2O رمز الكيميائي، في بقلبها كلمة كربون شي؟ لا. فإذا ووتر ومينرال سولتس، المي والأملاح المعدنية، لأنه ما في بقلبهم، ما في بقلبهم كربون، يعني هن inorganic غير عضويين. هن بالنسبة لنا كبشر نحن هن food، أكل. المي والأملاح المعدنية تعتبر جزء من الأكل. أما الorganic food، الطعام العضوي، هو عبارة عن طعام بيحتوي على مادة الكربون، في بقلبه كربون أتومز، مادة الكربون. example starch نشا، جلوكوز السكر اللي بناكله، سكروز السكر اللي بناكله بقلب الشاي، بنحطه بقلب الشاي، سكر وغيره من الاشياء، هني اورجانيك ماتيريالز او اورجانيك فود. انا ما بهمني كله هيدا، انا بهمني انه الاورجانيك فود هو الفود اللي بيحتوي على ماده الكربون، اكزامبل ستارش النشا. طيب شو خصهم هو بالجرين بلانت؟ نحن بنعرف انه الجرين بلانت بتصنع اكله. الجرين بلانت اي اكل بتصنع، حقيقه الجرين بلانت بتصنع الاورجانيك فود، اورجانيك فود. طيب الجرين بلانت شو بتاخد؟ ووتر، مينرال سولتس، هون ووتر اند مينرال سولتس باي روت هيرز بتمتصهم، ونحن بنعرف انه بتطلعهم لفوق طلوع اسمه كروت ساب، صح؟ طيب هيدي الكروت ساب اللي هي ووتر ومينرال سولتس هن شو؟ انه اورجانيك. النبتة بتاخدن لهود المواد وبتحولن لشو؟ لأورجانيك، لستارش. يعني كأنه ببساطة أنا عم بقلك إنه النبتة هي عبارة عن مصنع، مصنع لمين؟ لأكلة. أكلة شو هو؟ أكلة هو ستارش، الأكل اللي بتصنعه هو النشا. كيف بتصنعه؟ ما بدها مواد لتصنع منهم، هيدي المواد هي الإنأورجانيك اللي هن الووتر أند مينرال سولتس. يعني الجرين بلانتس بتصنع اكله عن طريق تحويل الووتر اند مينرال سولتس لاورجانيك فود اسمه ستارش. هيدا الاورجانيك فود اللي اسمه ستارش بيجي من الووتر والمينرال سولتس. طيب هيدي الجرين بلانت بدها مواد تانية غيرهم، بدها ووتر ومينرال سولتس، اوكي متفقين عليهم، بس بدها كربون دايوكسيد وسان لايت، كربون دايوكسيد وسان لايت. يعني الجرين بلانت من دون كربون دايوكسيد ومن دون سان لايت ما فيها تحول الانأورجانيك فود لأورجانيك. عملية تحويل الانأورجانيك فود ووتر اند مينرال سولتس لأورجانيك اسمها فوتو سينثيسيز، فوتو سينثيسيز، عملية التركيب الضوئي أو التجميع الضوئي. إذا أنا بدي أعرفها بالعربي هي عملية إنتاج الأكل اللي لها للبلانت، يعني ستارش اللي هو أورجانيك
من مين؟ من الانورجانيك، من الووتر والمينرال سولتس بوجود السنلايت والكربون دايوكسيد. اوكي، طب وين بتصير هيدي العمليه؟ مش لازم يكون في لها مصنع. طب تعال نتذكر انا وياكم شو اللي بيميز الجرين بلانتس عن النون جرين بلانتس. مش وجود ماده الكلوروفيل؟ قلنا الجرين بلانتس هن جرين لانه في بقلبهم ماده الكلوروفيل. انتو بتعرفوا انه الكلوروفيل هو المصنع اللي بيعمل هالعملية الفوتوسينثيسز؟ يعني هيدي العملية هي عملية التركيب الضوئي، هي عملية تحويل الووتر والمينرال سولتس بايد لا بتحولهم لستارش بوجود مين؟ كربون دايكسايد وسنلايت. وين بتصير هالعملية؟ بقلب الكلوروفيل، بكل الاماكن الخضرة بقلب البلانت. اكتر مكان اخضر هو الليفز، الاوراق. شايفين عم تاخد كربون دايكسايد، عم تاخد ووتر اند مينرال سولتس، عم بتصنع اكله اللي هو ستارش نشا بوجود السنلايت. ذس السنلايت، هيدي السنلايت. اوكي، طيب هالعمليه اسمها فوتوسينثيسز، بتطلع شغلتين، ستارش النشا واكسجين غاز. ات برودوسز ستارش اند اكسجين غاز. يعني الفوتوسينثيسيس هي عملية التركيب الضوئي، عملية تحويل الووتر والمينرال سولتس بوجود السنلايت والكربون دايكسايد، بتحولهم لنشا، بتصير بقلب الكلوروفيل وبتطلع غير النشا أكسجين غاز. أوكي، so this is photosynthesis. هيدا تعريف الفوتوسينثيسيس. فإذا مثل ما شايفين هون أنتو، photosynthesis عملية التركيب الضوئي، it's a process، عملية طريقة that takes place in the chlorophyll. وين بتصير؟ هي أول خطوة، وين بتصير؟ بالكلوروفيل of green plants. أوكي، بقلب الكلوروفيل جوا المصنع اللي لقيلها هو الكلوروفيل. It changes، بتحول inorganic matter، المواد الغير عضوية يعني water and mineral salts into organic matter، بتحولهم لorganic يعني starch. In the presence of CO2 and sunlight، بوجود CO2 والsunlight، من دونهم ما بتصير. This process gives oxygen gas. وشو بتعطيني هالعملية كمان؟ Oxygen gas. يعني عملية الفوتوسينثيسيس هدفها إنتاج النشا والأكسجين. ليش النشا هو أكلة للجرين بلانت؟ النشا هو الأكل اللي بتتغذى عليه الجرين بلانت. طيب النشا له فحص، ماخدينه بصف الخامس. إذا بخلط النشا اللي لونه أبيض، هيدا النشا اللي لونه أبيض، إذا بخلطه مع ايودين سولوشن، الايودين هو بذاته البتادين اللي بتحطوه على الجروحه، لونه اورنج براون، بني على اورنج او يلو فيني اقول، it gives dark blue color. شايفين dark blue color؟ كحلي غامق. اوكي، يعني ببساطه انا بعرف وجود النشا عن طريق وضع الايودين عليه. انا هلا اذا بجيب قطعه خبزه بدلق عليها ايودين بتصير dark blue، بتعرفوا ليش؟ لانه في بقلبها نشا. اذا بجيب ورقه، انا اذا بجيب هلا ورقه عاديه، ورقه بدلق عليها ايودين بتصير دارك بلو، بتعرفوا ليش؟ لانه الورقه في بقلبها نشا. ليش؟ لانه الورقه جاي من الشجر، الورقه بيطلعوها من الشجر والشجر في بقلبه نشا. مش بعدنا قايلين نحن انه الجرين بلانت بتصنع النشا اللي هو اكله عن عمليه التركيب الضوئي؟ يعني انا عندي فكره هون انه انا اذا بجيب ورقه شجر هلا بلاقي بقلبها نشا او لا؟ اكيد بلاقي بقلبها ستارش، بس حط لها ايودين بتصير دارك بلو كلر. بس طبعا هيدي التكنيك او هيدي الشغله، ورقه الشجر ما بيمشي الحال، اذا دلقت عليها ايودين مباشره تصير دارك بلو. في لها طريقه لحتى اقدر اطلع النشا منها، ونشرحها بعدين، وما فيكن تجربوها انتم بالبيت لانه ممكن تولع فيكن هيدي الشغله. اوكي، سو اف اي تيك ا ليف، اذا اخذت ورقه شجر بقدر اشوف انه في بقلبها نشا، بتعطيني دارك بلو كلر. ان شاء الله بعدين نشوف هيدا الاكسبيرمنت. يعني انا كل كملخص از السمري فيني اقول انا انه الفوتوسينثيسيس عمليه التركيب الضوئي هي عمليه انتاج اكله للنبت اللي هو نشا اورجانيك مع الاكسجين. عن طريق مين؟ عن طريق الووتر مينرال سولتس بوجود السي او 2 والسنلايت. اوكي، هلا بهالاكسبيرمنت او بهيدي عفوا الاكتيفيتي صرنا عارفين انه الجرين بلانت بتصنع اكله عن طريق عمليه اسمها فوتوسينثيسيس. اذا ملاحظين التعريف، فوتوسينثيسيس برودكشن، انتاج الاورجانيك ماتر. اورجانيك ماتر اللي هي مين؟ ستارش. اورجانيك ماتر اللي هي ستارش. See you in the next video to prove، لنبرهن وظيفه كل اللي حكيناه بالفوتوسينثيسيس. يعني بالفيديو الجاي بدي برهن انا انه
الضوء ضروري للفوتوسينثيسز، CO2 ضروري للفوتوسينثيسز، من دونه ما بتصير. الكلوروفيل ضروري للفوتوسينثيسز. اوكي، سي يو ان ذا نيكست فيديو ان شاء الله.